رحلة جديدة مع عادل. هنروح فين؟ هنروح إلى هولندا، هنروح إلى بلجيكا، هنروح إلى لوكسمبورغ، هنروح إلى ألمانيا، هنروح الدنمارك، هنروح السويد. رحلة فرهضة، الرحلة دي متعبة، فيها جري كتير كتير وتنطيط كتير، بس رحلة عايزة ناس غاوية التعب ده، وهتشوف دول كتير وهتشوف حاجات كتير حلوة. رحلة دسمة، كل يوم دسم، كل يوم في حاجات كتير هتتعمل، وهنزور دول كتير وأماكن كتير. الرحلة دي في شهر 10 يوم 13 ان شاء الله، 3 اكتوبر تقريبا حتى 12 اكتوبر. اللي الناس اللي حابه تعرف تفاصيل الرحله اكتر، عايز تعرف معلومات اكتر، كل مطلوب منكم تعملوا كومنت، ابعت لكم كل التفاصيل بتاعه الرحله، ويلا بينا نسافر الى اوروبا في شهر 10 ان شاء الله، ونسافر دول كتير جميله. بس تعالوا يلا بينا نسافر حول العالم مع رحله مختلفه جديده فيها تنوع من كل حاجه. يا رب تعجبكم، وانتظر تعليقاتكم، وابعث لكم كل الكونديشن بتاعت الرحله. شوف رحله جديده معاكم.